يتحمل كل فرد في العمل مسؤولية الحفاظ على سلامة بيئة العمل. إذن من المهم أن تعلموا ماذا يجب فعله إذا كنتم تعتقدون بأن مكان عملكم ليس آمناً. إذا كان هناك احتمال لوجود ما يمكن أن يشكل خطراً أو يؤدي إلى إصابة، فيجب عليكم إخبار صاحب العمل بذلك. تقع المسؤولية عليه لإصلاح أي شيء غير آمن حتى يزول مصدر الخطر عن الجميع. أحياناً تقع الحوادث في العمل. إذا تعرضتم لإصابة ما، يجب أن تبلغوا عنها صاحب العمل وأن تنالوا رعاية طبية إذا كنتم بحاجة إليها. يجب على صاحب عملكم أن يحتفظ بسجل عن الإصابات التي تقع في العمل. من المهم مناقشة موضوع السلامة في مكان عملكم، ويمكن أن تجري هذه المناقشات في اجتماعات لفريق العمل أو في محادثات فردية. يجب على صاحب العمل أن يعمل عن كثب معكم للتأكد من عدم وجود خطر إصابات في عملكم اليومي. تتوفر الآن معلومات بلغتكم عبر الإنترنت على الموقع www.worksafe.vic.gov.au/arabic، أو لطلب مترجم تصل على الرقم 131450 وتحدث اليوم إلى WorkSafe.